شارك سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في الاجتماع 19 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أقيم في دولة قطر الشقيقة. وافتتح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة بن عبد العزيز الثاني وزير البلديات والتخطيط العمراني بالدوحة الاجتماع الذي يناقش التوصيات الصادرة عن الاجتماع 31 لكبار مسؤولي البلديات بدول المجلس. وأشار سعادة المهندس عصام خلفي لأن الموضوعات والمقترحات المدرجة في جدول الأعمال تتضمن مجالات التخطيط العمراني الاستراتيجي وتطوير مراكز التدريب البلدي وكوادر البناء الخليجي وتنظيم فرق العمل المتخصصة والرقابة البلدية وغيرها، منوها سعادته بأنها تسهم في دعم مسيرة العمل البلدي الخليجي وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين المدن الخليجية بما يحقق الأمال والطموحات ويواكب التطور الكبير الحاصل بالتنمية العمرانية في المنطقة والعالم. وسيتم توقيع اتفاقية التخطيط العمراني مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة بشأن الاستراتيجية العمرانية، معربا سعادته عن أمله في أن تسهم بالارتقاء بمستوى العمل البلدي الخليجي المشترك وتعزيز التنمية العمرانية. من أهم البنود اللي تم التطرق لها في هذا الاجتماع هو الدراسة التخطيطية لمشاريع أو دراسة المخطط الاستراتيجي بالنسبة إلى دول المجلس. هذه الدراسة جدا مهمة بالنسبة إلى دول المجلس، خاصة ونحن في هذه المرحلة يتم تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة في دول مجلس التعاون، منها سكة حديد التي تربط دول المجلس، وأيضا الربط الكهربائي، وأيضا إن شاء الله في المستقبل القريب الربط المائي، وهناك أيضا مبادرات أخرى في هذا الصعيد. المؤتمر أيضا بحث عدد من التوصيات، وكان من أهمها تبادل الخبرات في بين دول مجلس التعاون في المجال البلدي، سواء كان في تجميل المدن أو في إدارة النفايات. وكان أيضا من ضمن التوصيات إقرار جائزة العمل البلدي اللي تحث على المنافسة والاستفادة من الخبرات والمبادرات التي تسهم في الارتقاء في العمل البلدي في دول مجلس التعاون.